الفلوج ووصلك على الفلوج كده بتيجي من هون. 17 ركايه حتى شكل 200 مش عارفين كده. بلاد العرب أوطاني استنى شوي استنى شوي. السلام عليكم. بالمشروع تبع اليوم كان اسمه استوديو بغداد، حاولت في استعادة نمط الاستوديو الكلاسيكي القديم. كيف بدأ نظام التصوير بالاستوديو؟ بدأ من الشارع، فأنا حاولت اليوم أرجع بالمعدات الحديثة إلى الشارع عبر تصوير الشارع. كانت داخل الحرج من المسجد الاقصى طورتها، الناس كانت هون وغنوا يا بني أمي. مش شد كمان واحدة كمان واحدة. تمام I'm gonna go get some water.